بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وقف دماغك معلش، هو موضوع غريب برضو النهاردة، كله غريب في غريب. وقف دماغك. Stop thinking this way. ساعات يا جماعة مشكلتنا تبقى أن احنا بنفكر بطريقة غلط، ودي واضحة قوي في التعامل مع السياسة بالذات، وفي التعامل مع المشاكل عموما، ساعات في التعامل مع أقرب الناس تكون بتفكر غلط. أنت طريقة تفكيرك كلها غلط، أنت متبرمج غلط، فلازم إيه توقف دماغك شوي. هنشوفها إزاي، لأن هي المشكلة دايما هنا، أن المخ مش راضي يسكت. ساعات يكون قلقان قوي، ساعات يكون بيقول لك انت وحش قوي، ساعات يكون مركز على الخطايا، ساعات يكون مركز على عيوب الناس، ساعات يكون مركز على الماضي زياده، ساعات يكون مركز على المستقبل زياده. كل ده غلط، كل ده مش هو اللي ربنا عاوزه. فبتبقى اصعب حاجه واهم حاجه ازاي اوقف مخي عشان افكر صح، او عشان ربنا يكلمني، لان انا مش عارف اسمع ربنا من كتر الوش اللي في دماغي. ده اللي هنتكلم فيه في كم نقطة أتمنى تكون عملية. الأول، فكرة أن ربنا بيتابع تفكيرنا أو يهمه طريقة التفكير، دي باينة في كذا كلمة. مثلا في مرقس 2 ربنا يسوع له تعبير كده يورينا قد إيه بيستغلطنا في طريقة التفكير، مش في الكلام بس ولا في التصرف. هي دايما الغلط بيبقى واضح في الكلام أو في التصرف. ربنا قال لمجموعة من الفريسيين: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ ما حدش قال حاجة، إنما هم في دماغهم فكروا، قالوا كيف يقدر هذا أن يغفر الخطايا؟ من يغفر الخطايا إلا الله وحده؟ لما قال للمفلوج مغفور لك خطاياك. طريقة تفكيرهم إيه؟ إن هم دانوا المسيح وقالوا منين يقول كده؟ لو هم بسطة شوية كانوا ممكن يفكروا بطريقة تانية، يا بخته خد غفران خطايا. فاهمين ازاي؟ عارفين زي ايه يا جماعة؟ ادالكوا كتسبيح عشان تفهموا يعني ايه واحد بيفكر غلط. ناس قاعدة عند مكتب الاعتراف، دخل واحد خد نص ساعة طول، فتلاقي اتنين قاعدين جنب بعض بيفكر، واحد بيقول ده باين عليه عامل بلاوي، دي طريقة تفكير، والتاني بيفكر يقول ايه يا بخته ده تلاقيه اتغسل تمام وطالع كأنه متعمد. طريقتين تفكير، فاهمين ازاي؟ هما الاتنين كل واحد في دماغه، واحد غيران منه لانه بيقدم توبة يمكن تبقى حلوة، والتاني فكر بطريقة ده باين عليه عامل بلاوي. فاهمين الفكرة؟ احنا ساعات نفكر كده. لو واحد طيب واقف جنب المسيح، اول ما المسيح قال مغفورة لك خطاياك، كان المفروض يقول له يا بختك يا عم عقبالنا، مش كده؟ الباقيين فكروا بطريقة مين ده اللي يقول مغفورة لخطاياك؟ يطلع مين ده اللي بيغفر الخطايا؟ فاهمين ازاي؟ يبقى في برنامج إدانة بيحرك مجموعة من الناس، وفي برنامج حب بيحرك مجموعة تانية. في واحد بطبعه محب، فلما يلاقي حد حصل له حاجة حلوة يفرح له، فاهمين؟ أو ده بيفكر بطريقة ماشية مع روح الكتاب. حد حصلت له حاجة حلوة، سمع كلمة حلوة، كل اللي جه في باله فرحان له، يقول له يا بختك يا مبروك عليك. وفي واحد تاني البرنامج اللي في دماغه ده بيعمل كده ازاي؟ نفس المنظر مثلا في سمعان الشيخ، سمعان الفريسي، دخلت الست الخطية، مش كده؟ وانهارت، فتحت في العياط وقاعده تبكي وتغسل وشعر راسها بتنشف الدموع. اديكوا برنامجين تفكير. سمعان ما اتكلمش، بس قال في باله ايه؟ ده لو كان نبي ده كان عارف مين اللي بتلمسه دي، دي خطيه، يبقى دان المسيح ودان الست. برنامج ادانه. شوفوا الكنيسه بتفكر ازاي. اللي محافظ منكم صلاه نص الليل الخدمه الثانيه، اعطيني يا رب ينابيع دموع زي الست دي، يبقى احنا بصين لها ايه؟ باعجاب. ده برنامج تفكير مختلف. انا ببص لها اقول لها يا بختك عارفه تعيطي من قلبك وتبكي خطاياكي، وسمعتي احلى كلام من المسيح ايمانك خلصك، يا بختك. ها
احنا هنقعد نقول لك خاطئ ومش خاطئ، مع كلنا خطأ. واضحه الفكره؟ يبقى في تفكير ماشي في اتجاه وتفكير ماشي في اتجاه تاني خالص. التفكير التاني ده يضيع، وده للاسف موجود في دماغنا كلنا بدرجات. فكره الادانه او فكره ان انا مركز على اخطاء الناس، او ان انا بفكر في نفسي بس، او بفكر في الفلوس زياده، او بفكر في المستقبل زياده، او بفكر في الخطايا القديمه، كل ده غلط. كل ده عاوز يتديليت، يتمسح. تصور كده لما يبقى عندك الكمبيوتر عاوز تنفضه كده، يعني تشيل منه حاجات كتيره قوي تراش كده، يعني حاجات ملهاش لازمه. هو ده اللي احنا عاوزين نعمله في دماغنا. تبص تلاقي ايه، الحكايه راقت قوي، وبقى التفكير ماشي زي ما ربنا عاوزه. هنشوف ازاي. برضو تعبير تاني ربنا يسوع يقوله لنا ويفرق قوي معانا في فهمنا الحياة الروحية، لما يقول الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح، والانسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر. من فضلة القلب يتكلم الفهم. هنا مقصود بالقلب هنا يا جماعة الفكر كمان، يعني الاباء يقولوا دايما في زمن المسيح كان الفكر والشعور داخلين على بعض، فيقولوا كلمة القلب ويعتبروها كمان تعم موضوع الفكر. أول رسالة أقولها لكم، وقف دماغك عن فكر القلق. أكيد الأسبوع اللي فات أديكوا شوية أفكار من اللي عدت على دماغنا كلنا. لو الجماعة دول مسكوا هيحصل إيه؟ نبتدي بقى نشتغل، نفتح بقى الفايل ده ومش هنقفل. يعني إيه؟ طيب هيبقى في جزية؟ طب والجزية دي فلوسنا هتكفي؟ طب وأي حد يدخل بيوتنا؟ طب وهنركب عربيات؟ ده زمان كانوا في اضطهاد المسيحيين ما يركبوهمش خيل، فالخيل دلوقتي بقت عربيات، يمكن ما يركبناش عربيات. وبعدين لما كانوا يركبوا حمير يركبوه بالمقلوب، طب هركب العربية بالمقلوب؟ وبعدين نفكر، طيب وفي ناس هتعرف تسافر، طب انا ما عنديش فرصة سفر، طب لو سافرت هعرف اعيش؟ طب هلاقي اصرف؟ طب الفلوس اللي عندي هتكفي لو الشغل قفل، لو كل البزنس وقف؟ لو ايه هو ده كله؟ ده كل ده غلط. كل التفكير اللي من النوع ده بكل بقى سككه، طبعا ممكن واحد يقعد 10 ساعات في الشغلة دي، كل ده غلط، كل ده ضد إرادة الله خالص. كل ده ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الإجابة إيه؟ وقف دماغك، بتفكر غلط. لماذا تفكر بهذا في قلبك؟ ليه وأنا رحت فين؟ ليه وأنت مالكش أب ولا إيه؟ ليه هي سايبة ولا إيه؟ إنما أنت ما سايب دماغك بقى تمشي في القلق. وممكن بقى الواحد يخترع أفلام بقى، إيه ده كله ده؟ كل ده فكر، بطل. لكن ربنا بيقول ما تقلقوش. يبقى احنا عندنا معركة مع دماغنا. المشكلة مش بره، المشكلة مش في السياسة، المشكلة هنا، لان كل اللي بنفكر فيه ده ممكن ما يحصلش، مش كده؟ طب بس هتبقى هدرت عشرات الساعات في خطايا القلق والفكر، طب مش خسارة؟ ولو رجعتوا حياتكم كلها هتلاقوا ياما قلقنا من حاجات وما حصلتش، مش كده؟ لكن للأسف كانت ضعف إيمان، وكانت وقت ضايع، وكان بيرجعنا لورا التفكير ده. شوفوا مثلا في المزمور يقول إيه؟ كثيرون يقولون لنفسي، هو ده فكر القلق، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. يعني في أصوات بتقول إيه؟ لا لا، ربنا مش هيعمل حاجة المرة دي، ربنا مش هيتدخل، ربنا قاصد يعذب عياله. سلا دي بقى اللي هي ايه؟ فترة يعني صلاة صامتة أو تأمل أو دموع أو، وبعد كده على طول قال له أنت يا رب، أنت هو ناصري. يعني فاء بقى، فاء من قولة مفيش فايدة مفيش فايدة، شكل ربنا سابنا. فجأة قال له أنت يا رب، طلع بره الفكر ده. فمزمور تاني يقول حتى متى أجعل هموما في نفسي حزنا في قلبي كل يوم؟ إلى متى يرتفع عدوي علي؟ الحياة يا داود أنت عمره ما ارتفع عدوك عليك، صحيح شاول بيجري وراك بس عمره ما طالك، بالعكس أنت شفت أحلى أيام وأنت بتنط من جبل لجبل وربنا بينقذك.
وفي الآخر هات لنا مرة مسكك ولا موتك ولا لمسك ولا قدر عليك أبدا ومات شاول وانت اللي عشت. يبقى انت اللي عامل ايه؟ الهموم والأوهام. الهموم أغلبها أوهام، افتكروا القاعدة دي، أغلب الهموم أوهام. أو في مزمور ثالث يقول ايه؟ ماذا يعطى وماذا يزاد بإزاء اللسان الغاش؟ يعني ايه؟ اللسان الغشاش اللي يجي يقول لك خربت باظت مفيش فايده هيمسكوا هيعملوا ماذا يعطى وماذا يزاد، يعني اعمل له ايه اللسان ده؟ اسكته ازاي ده؟ ارد عليه ازاي ده؟ فاهمين ازاي؟ لانها فعلا بتبقى اصوات مزعجه. فاول رساله مفيده، وقف دماغك عن فكر القلق. طبعا هتقول لي وقف ازاي؟ هنقول في الاخر مجملا نوقف ازاي، بس هي اهمها الصلاه. لكن لو انت واخد بالك من دماغك هتلاقي ان مخك كتير قوي ماشي غلط، افكار كتيرة قوي ملهاش لازمة. وخلي بالكم اللي بتفكر فيه وانت صاحي وانت في عربيتك وانت في شغلك وانت في المطبخ بيكمل وانت نايم، عشان كده الكوابيس زادت اليومين دول والمهدئات كترت، لانه ما هو اللي انت سرحان فيه طول اليوم بيسمع في الاخر وقت النوم. وخلي بالك من حاجة تاني، المخ ده بيتغذى بالحواس، فلما تقعد تتفرج على ميدان التحرير كتير طبعا ده يشتغل قلق، لما تقرأ جرايد طبعا ده يكمل، فاهمين ازاي؟ اذا الانبوت اللي داخل اللي بتسمعه واللي بتشوفه بيتخزن، واللي بيتخزن بيكمل، وكل ده ضد إرادة الله. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ الإجابة إيه؟ يا ابني وقف دماغك، لماذا تفكر بهذا في قلبك؟ إيه الدوشة اللي في دماغك دي؟ كل اللي بتفكر فيه ده غلط. وقف دماغك عن صغر النفس. فكر آخر ممكن يجي لبعض الناس، أنا ربنا رفضني، أنا ربنا مش هيقبلني، أنا مفيش حد بيحبني، أنا ملياش لازمة، أنا اللي عملته ده مش ممكن يتصلح، أنا هعيش وأموت ملياش رسالة، أنا أصلي خربت الدنيا وبوظتها. أنا ويفضل الواحد إيه يكلكع في روحه كده ويهزق في نفسه، والمخ بقى إيه ما بيسكتش، وتلاقي فكرة تجيب فكرة، وبعدين طبعا عدو الخير يجي يشد كرسي بقى ويقعد جنبك، ده انت لقطة، فيجيب لك بقى من زمان بقى وازاي ما يعني غلط وازاي فشلت وازاي الناس ما حبتكش في مرة، ويلغي من صفحاتك اي حاجة عدلة. يعني انت تاريخك مليان حاجات كويس، هو شال كل الكويس وطلع بس الايه كل الوحش ونركز عليه ويقلبه في دماغك ويعيد ويزيد، يعني ده انت مرة مش عارف عملت ايه وطلع ايه وحصل ايه وحد مسكك هزقك وقدام الناس وكل ده، عشان تفضل في الاخر بعد نص ساعة، طبعا لو اكتر من كده تبقى مصيبة، تلاقي نفسك مش طايق نفسك ومش طايق حد ومش قادر تصلي وقرفان من العيشة كلها وحابب عليك تقول يا رب اموت. ايه ده كل ده؟ ماذا تريد يا رب ان افعل؟ الاجابة ايه؟ يا ابني وقف دماغك، كل اللي بتقوله ده وهم، الموضوع مش كده خالص، اللي انت بتفكر فيه ده غلط خالص. انا بحبك جدا، انا قبلك زي ما انت، انا كل الخطايا اللي عملتها اتشالت من زمان ومش موجودة خالص عندي في الرصيد، كله حلو، انت عندي غالي وكبير ومهم. اذا انت مش سامع ده كله ومش بتفكر في ده كله لان في فكر تاني مكلبش في دماغك. وتوصل بقى ايه؟ ان واحد يقول للناس ما انا هسيب لكم البيت، ما هو محدش قابلني. محدش قابلك؟ جبتها منين الفكره دي؟ ده احنا عمالين نفكر نرضيك ازاي وبنعمل للبدع عشان نريحك، وهو عشان عايش مع دماغه قال ايه في مره؟ يقول لك ما هو انا محدش اصله قابلني فانا هطفش بقى. شوفوا توصل لايه؟ توصل لقرارات غريبة جدا ومفاجئة، لأنه الواقع مش هو الحقيقة، الفكر حاجة تاني، المخ بيقدم له صورة مشوهة تماما هو عايش فيها، عايش فيها مع نفسه. يعني واحد من المشهورين اللي عاشوا الفكر ده يهوذا مثلا،
يهوذا طبعا كان عنده صغر نفس فظيع بعد العمل السود، كان ممكن يفكر قد ايه المسيح كان بياخدني بالحضن كل شويه، اكلني امبارح، اللي بالكوا بين بين الانتحار وبين كان يوم، امبارح بيحط اللقمه في بقي، بيحبني، بيحبني جدا، مميزني عن بقيه اخواتي، فطبيعي هيسامحني. ده بقى ايه تفكير السليم، انما صغر النفس، انا خنته، انا السبب في كل المشاكل، انا اللي ضيعت الدنيا، مش معقول حد هيحترمني ولا يحبني بعد كده، انا استاهل اموت 100 مره، انا بس، وكملت بالانتحار لانه فكر مرفوض. تلاقي ربنا لو كان طالي وشوشه في الوقت ده كان هيقول له ايه يا ابني، ايه وقف دماغك، كل اللي بتفكر فيه غلط، انا عاوزك تتوب، انا قبلك، انا بحبك، انا ما اتغيرتش من ناحيتك يا سيدي، انا كده كده كنت هفدي الناس وهموت كده كده، انما هو مش بيسمع. طبعا دي اللي حصلت فعلا لما راح لليهود يقول لهم ايه، بيحاول يصلح الموقف، اخطأت اذ سلمت دما بريئا، بس طول طبعا الناس ايه شياطين، فقالوا ماذا علينا انت ابصر، يعني انت حر، بس احنا ما خلاص فيش تراجع عن الاتفاق. فهو راح للناس الغلط، راح للناس اللي كملوا عليه، ده لو راح للرسل وقال لهم شفتوا انا عملت ايه، انا سلمته بايدي، انا خنته، كان اكيد واحد منهم هيحضنه يقول له كلنا طلعنا جبنا، سوري يعني، كلنا شكينا وخوفنا، كلنا جرينا، كان بطرس هياخده في الحضن ويقول له يا سيدي ده انا حلفت ولعنت وقلت ما اعرفوش كذا مره، وكانوا هيبقوا كلهم ايه بيقولوا له ما تخافش هو حنين وهيسامحنا، وقال لنا هقوم وهيتصرف، بس هو راح للناس الغلط. ففي ناس غلط تكمل عليك، تروح للناس اللي تقول لك ايوه انت فعلا وحش، انت فعلا ما تستاهلش تعيش، انت ما فيكش حاجه عدله، فكده يكملوه. أرميا النبي كان عنده فكر صغر النفس، لما ربنا قال له تيجي تشتغل معايا نبي، أرميا النبي ركز في حتة واحدة، قال له أنا صغير، أنا ما بعرفش أتكلم، أنا عيل صغير، دول ناس كبار، دول وشهم يخوف، دول، فربنا يسوع قال له كلمة من أول إصحاح، ما تقولش كده، ما تقولش كده يعني ما تفكرش كده، بتفكر غلط، أنا مختار، أنا اختار غلط، أنا عارف أنا بقول إيه. هتقعد تقول لي انا صغير مش صغير وانا مش عارف انك صغير، لا تقل اني ولد، يبقى هو عاوز يقول له انت ليه مركز على نفسك انك قليل، ليه شايف نفسك ما تنفعش، ليه مش شايفني انا، ليه مش شايف دوري، ليه مش شايف نعمتي، ليه مش شايف ان انا عارف بعمل ايه، انت مش شايف، انت باصص بطريقة غلط، بتفكر غلط، انت عمال كلكع في روحك وتقول انا وحش انا صغير انا مش نافع. زي تذكر الشر الملبس الموت، واحد كل ما يقعد فاضي يقلب في الماضي الاثيم، يعني ايه ده انا زمان كذبت، ده انا مش عارف عملت ايه، ده الله وليه النكد ده وايه قيمته، وهو دي التوبه؟ لا مش دي التوبه خالص. ما تقعد تصلي وتفرح بربنا وساعتها هتحس بخجل ان انت كانسان خاطي ربنا بيحبك، لكن تقعد تقلب في الخطايا دي مش حاجه صح. وقف دماغك عن فكر راي الناس. ثالث نوع ربنا يقول لك وقف، ستوب ثينكينج ذس واي، ما تفكرش بالطريقه دي، الناس هتقول ايه، راي الناس ايه، متضايقين ولا مبسوطين. في ناس عايشه يا جماعه 24 ساعه بتفكر في منظرها قدام الناس، وهو بياكل وهو بيشرب لا واخد باله بياكل ولا بيشرب ايه، عمال يفكر هما شايفيني ازاي، لما بيلبس يفكر شايفيني ازاي، لما بيتكلم كل اللي يهمه شايفيني ازاي، لما بيقف يصلي كل اللي شغله شايفيني، او لو شافوني هيقولوا ايه. هو عايش طول الوقت في هوس الناس، يعني الناس هم إلهه، هم اللي متربعين على دماغه،
شغلين 24 ساعة، رأيهم ايه؟ الحقيقة رأي الناس ولا يفرق، كلكم عارفين كده، قالوا عليك عظيم وقالوا عليك وحش، مش ده اللي هيدخلك السماء ولا النار، ما تفرقش. وبعدين النهاردة الناس ممكن تمدح فيك، بكرة يعني دينا شفنا زمان في البلد دي يقعدوا يهللوا ويمجدوا وبعد كده يشتموا بتاع، ايه يعني الناس يفرقوا ايه؟ انما للأسف في ناس برنامج تفكيرها منصب على الحتة دي، رأي الناس تعبهم جدا، يقولوا عليا ايه؟ هل حد شايفني دلوقتي؟ مين باصص عليا؟ وتوصل بقى الى ايه؟ الى نوع من العقد، يعني يبقى الواحد بيعول هم الناس بشكل مرضي. وبعدين مع بعض الناس توصل ان الواحد يسترضى الناس او يرضي الناس بدرجة مرضية، بمعنى يقول لك اصل انا لو ما رضيتهمش يسيبوني. يسيبوك؟ ما يسيبوك، ايه المشكلة؟ انت لا، مين قال لك ترضي الناس للدرجة دي؟ ارضاء الناس ساعات ياخد شكل مش طبيعي، لان ارضاء الناس ممكن يخليك تتنازل عن المبادئ. يعني مثلا دي كتيرة في الشباب الصغير، يبقى داخل على شلة وعاوز يبقى ممبر في العصابة دي، يعني عضو في المجموعة، فهم ايه؟ بيهرجوا تهريج زيادة، هو ضميره مش مرتاح لانه ابن الكنيسة وحاسس الكلام زيادة، انما لو عمل فيها متدين هيهزقوه هيكرشوه، فلا يشارك، ومفيش مانع يعني يسوق فيها اكتر عشان يكسب رضاهم اكتر. شوفوا قد ايه. ومن هنا يبتدي الادمان احيانا، ويبتدي الزنا احيانا، ويبتدي الخلاعة احيانا، كل ده عشان ايه؟ عشان الناس. وتلاقي بنات انحرفت، هل شهوة يعني غلبها؟ لا، ما كانتش شهوة، كانت بس عاوزة ترضي المجتمع، عاوزة ترضي الناس، انما هي مش مغلوبة من شهوة ولا حاجة، لكن هي بتتنازل بس عشان ارضاء للمجتمع. للدرجة دي كل ده ابتدى من هنا. فلما تقول له يا رب عاوز نعمل ايه؟ يقول لك وقف دماغك، انسى الناس شوية، طلعهم من دماغك شوية، كل دول تراب، كلهم بكرة مش موجودين، كلهم ما يسوش وما يوزنوش. لما تقول عروس النشيد لا تنظرن إلي لكوني سوداء لأن الشمس قد لوحتني بنو أمي غضبوا علي، تاخدوا بالكم هنا بتعمل ايه؟ بتدافع عن نفسها لأن منظرها وحش. دي نقطة ضعف هنا، ان عمالة تبرر في نفسها، يا جماعة انا غصب عني انا السودة، اصل طول النهار ملسوعة في الشمس، اصل ضحكوا عليا وشغلوني ناطورة للكروم. ناطورة يعني ايه؟ اللي هي اللي بيحرس الارض يعني، فيفضل بالعشر ساعات ملطوع في الشمس عشان عينه على الحصاد والعصافير ما تجيش تاخد الثمر فتتلسع من الشمس. انت بتبرري نفسك ليه؟ تفرق ايه سمرة ولا بيضة؟ انما بقى هي لما كانت واعية وكويسة تقول ايه؟ انا سوداء وايه؟ وجميلة، يعني انا جميلة في عينيك، مش مهم انتوا كلكم قولوا عليا سودة ما يفرقش رأيكم، انا جميلة في عينيه. شوفوا الفرق هنا، عمالة تدافع عن نفسها، ما تبصوليشك مني سودة وتدافع، لان هي كل همها عاوزة تقول انا مش وحشة قوي كده. ما يفرقش رأي الناس، ما يفرقش، وقف دماغك عن رأي الناس، وقف دماغك عن الإدانة. شوفوا كم فكرة صعبة، كم برنامج تفكير، برنامج تفكير مالي دماغنا، يا تفكير في رأي الناس، يا تفكير في صغر النفس وقلة القيمة، يا تفكير في القلق والمشاكل والمخاوف اللي هتحصل، يا تفكير في أخطاء الناس. لما ربنا يلاقي واحد فيكم مش مركز مع نفسه قوي، اللي فاتوا كلهم تلاحظوا السنتر الفوكس بتاع التفكير ايه؟ انا، فانا خايف، انا عايل هم رأي الناس، انا قليل. في بعض الناس مش مركزة مع نفسها قوي، طبيعتها كده، تربيتها كده، مش قلقان على نفسه قوي، تفكيره مش في نفسه قوي، تفكيره براه، تسموه اكستروفيرت، تسموه زي ما تسموه في علم النفس، المهم انه يعني ايه؟ متحرر من سجن دماغه ده. يقوم الشيطان يسحبه في سكه تاني، بما ان مخك في الناس، طب تعالى نشغلك برضه، تعالى نمأمأ في اخطاء الناس،
فتلاقي برنامج التفكير كله ايه؟ فلانة لابسة، فلانة قالت، فلان بيعمل، فلان بيسوي، فلان حرامي، فلان كذاب، فلان. دماغه طول الوقت عمالة تسقط الخطايا على كل الناس، فكل تفكيره مليان فكر إدان. زي بقول لكم سمعان الفريسي اللي ضايف المسيح في بيته، المفروض يبقى فرحان، المفروض يبقى حاسس بقيمة اليوم ده، يعني كرامة كبيرة ليك يعمل المسيح اللي يعمله بقى في بيتك، يعني هو حر كفاية انه دخل بيتك. انما دانه، دان المسيح ودان الست الخاطية ودان المعازيم لانهم ساكتين ما بينطقوش، وكل فكره مخه في الإدانة. المسيح يدخل عند زكا، لو واحد طيب يقول شوف الرجل العظيم ده، شوف الرجل العظيم حتى قلبه مع الناس المكروهة، محدش فكر كده. كل الجموع تقول ايه؟ اهو دخل ليا بيت عند راجل خاطئ، ادي اللي احنا ماشيين وراه وفاكرينه راجل كويس، دخل عند الحرامي. دانه المسيح ودانه زكا، فاهمين ازاي؟ طب ده انتوا ماشيين ورا المسيح وعارفين انه عظيم، يعني مش هقول عرفتوا انه ربنا، عارفينه نبي، عارفينه رسول، عارفينه صانع معجزات، بسهولة كده تتهموه التهمة دي؟ كده اصل البرنامج كده، الدماغ شغالة طول الوقت ترمي تهم 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 على الناس كلها. حتى التلاميذ اللي هم يعني لسه بيتغيروا، لما رجعوا مرة وقت السامرية تعجبوا أنه يتكلم مع امرأة، بصوا له بصة كده غريب الموقف ده، ايه المنظر ده يا رب؟ ازاي تبهدل نفسك وتتكلم مع الست دي؟ شكلها مش مظبوط، يعني دي سامرية، يعني بتدينوا المسيح؟ ابوكم الروح تسيب مخك يوصل انك انت تتهمه تهمة في دماغك؟ طبعا هي ضمنيا السامرية دي وحشة، دي متهمة كده كده، لكن انتوا يا تلاميذ حتى ربنا يسوع ما سلامش من تفكيركم. برنامج إدانة طول الوقت كده. طب ايه العلاج؟ خلينا بقى ندخل في العلاج لان ده المهم. هقول العلاج في 5 كلمات واقول كل كلمة بقى ايه في 2 3 دقايق كده. روشتة العلاج، هقول راقب فكرك، اول نقطة راقب الفكر. يعني ايه راقب دماغك؟ دي عاوزة يا جماعة الواحد كده يبقى صريح مع نفسه ويحاول فعلا يكتشف مخه بيروح فين. هتلاقوا من ال4 برامج اللي انا قلتهم 2 3 عندنا، يا اما دماغي رايحة قلق، يا اما دماغي رايحة في رأي الناس، يا اما دماغي رايحة في تهم للناس، يا اما دماغي رايحة في ان انا وحش ومش نافع بأي صورة من الصور. دي اكتر برامج شغالة على دماغنا، وطبعا كلها غلط، مفيش ولا برنامج من دول مظبوط حسب إرادة الله يعني. فالأول راقب عقلك، هتكتشف إنه طريقة تفكيرك غلط. هتلاقي المسيح بيقول لك ليه بتفكر كده يا حبيبي؟ ليه عايل هم الناس قوي؟ ليه شايف أخطائهم؟ مالك بيهم؟ ليه شايف نفسك وحش؟ ليه قلقان؟ هتلاقي ربنا بيقول لك ليه؟ لماذا تفكر بهذا؟ يبقى دي رسالة مهمة. ماذا تريد يا رب أن أفعل؟ وقف دماغك، بتفكر غلط وبالتالي كل حاجة في حياتك ملخبطة. تاني حاجة، حارب مخك بالصلاة والإنجيل، ودي هندرسها دلوقتي بدقايق. اللي يصد الفكر الصلاة والإنجيل، مفيش حل تاني، مفيش حل تاني. هتقول لي اقعد قدام التلفزيون عشان أنسى، أول ما هتطفي التلفزيون مخك هيرجع تاني، يعني حتى تقرا كتاب كويس ايا كتاب، ما كانش كتاب روحي هتلاقي خدت اجازه من دماغك شويه ورجعت تاني للهم. الحاجه الوحيده اللي تروق الدماغ فعلا صلاه وانجيل. تالت نقطه مهمه، اكشف افكارك. مش هتقدر تشيل من دماغك البرامج الفاسده دي الا لما تفضح دماغك، لما تطلع الموضوع للنور. تقعد مع اب اعترافك تقول له بص مخي ده 24 ساعة قلق،
مخاوف 24 ساعة محصور فيا، مفيش حد في دماغي غير أنا، أنا رأي الناس فيا وكلام الناس عليا ومنظري ومش... أنا عايش كده، أو طول الوقت بتهم الناس، طول الوقت شايف عيوبهم، مخي مش مراد يسكت عن اتهام كل الناس. وساعات بقول لكم كل ده يكون مع بعض. يبقى انت اكشف الفكر، لان الفكره لما تطلع لبره تتحرق، مجرد تفضحها تلاقيها ايه، ابتدت تروح لوحدها. اخر نقطه تقديس الفكر، يعني ايه؟ خلي مخك مشغول بحاجه حلوه. اللي مخه مشغول بربنا مش فاضي يفكر لا في عيوب الناس ولا راي الناس ولا خطاياه ولا اللي هيحصل في البلد، مخه متكلف في موضوع مهم شغله، ربنا وترتيباته وحكمته ومحبته الأبدية والسماء والخدمة فمخه وادي تاني خالص. راقب فكرك، حارب فكرك، اكشف فكرك وقدس فكرك. هنا بقى يحصل ايه لما تعمل الأربعة دول يا جماعة؟ يحصل حاجة بنسميها الإحلال. الإحلال يعني ايه؟ انت عندك فكر قلق في قصاده اسمه فكر إيمان أو فكر رجاء. يعني إيه؟ بكرة البلد دي هتخرب، في فكر تاني بيقول ربنا بيحب البلد دي هيعملوا فينا ويسووه، في فكر تاني بيقول من يمسكم يمس حدقة عينه، بكرة مش هنلاقي ناكل، في فكر بيقول إنه العصافير بتلاقي تاكل كما أنتم بالحرية أفضل من عصافير كتيرة، مش عارف هيعذبونا وهياخدوا حالنا ومالنا، وفي فكر تاني بيقول الذي معنا أقوى من الذين علينا، أو كل يعني عندنا أفكار بديلة. فاهمين إزاي؟ وقف الفكر القلق بفكر إيمان ببساطة كده. وبعدين عاوز أقول لك حاجة عشان ما تقولش أنت إحنا بنضحك على نفسنا، هو أنهي أقوى، الوهم بتاع القلق ولا الحقيقة بتاعت الإيمان؟ أنهي أثبت؟ أنهي هيطلع في الآخر صح؟ الوهم بتاع القلق وده وهم، ولا الحق اللي ربنا قاله اللي محتاج منك تصدقه؟ طبعا كلام ربنا، السماء والأرض تزول لكن كلمة من كلامي لا تزول. يبقى الوهم ده صوته عالي قوي زي ناس صوتها عالي قوي بس معهاش حق، فاهمين ازاي؟ والحق اللي صوته واطي هو الحق، هو اللي هيمشي، هو اللي هيدوم. فاهمين الفكرة؟ يبقى تسمع للحق ولا تسمع للوهم؟ إذا لما بتصد فكر القلق أنت مش بتخدع نفسك، أنت بتداوي نفسك، أنت بتعالج نفسك بفكر كله إيمان، وده فكر مش وهم. كلام ربنا مش أوهام، كلام التلفزيون أوهام، كلام الناس وهم، كلام الجرايد وهم، الأفكار اللي في دماغك وهم، لكن كلام ربنا لا مش وهم. حط قصاد صغر النفس اللي هي فكرة بقى أنا وحش وأنا ضايع وأنا مش نافع ومحدش بيحبني وملياش لازمة والكلام اللي من النوع ده، حط قصادها فكر الحب الإلهي، اعمل إحلال. الحقيقة الثابتة قبلتها أو ما قبلتهاش، أنت محبوب جدا عند ربنا، كونك أنت مش طايق نفسك ومش عارف تحب نفسك ومتخيل أن محدش بيحبك وعلى رأسهم ربنا، كل ده وهم. إنما الحقيقة الثابتة قبلتها أو ما قبلتهاش إن ربنا بيحبك لدرجة مات عشانك وبيحضر لك السماء وبعت لك ملائكة يحرسوك وكل اللي بيحصل محسوب لحسابك، دي الحقيقة. فكر الحب الإلهي، لو أنت الفكر ده ملى دماغك يجي شيطان صغر النفس يقول لك أنت ضايع ومش نافع، تقول له قول الكلام ده لحد غيري، ده أنا حبيب أبويا، ده انا ده بيدلعني اخر دلع، ده انا مهما كنت وحش بيقبلني وبرجع له بلاقي يعني ولا كاني غلط. يبقى فكر الحب يصد. لما تكون غرقان في راي الناس، مغلوب من فكره الناس بتقول والناس رايها والناس نظرتها والناس عاوزه والناس عاجبها والناس مش عاجبها، اغلب الكلام ده بفكره دينونه. يوم ما نقف قدام المسيح هيفرق رأي أي حد، وكله هيبقى في الهم سوا،
ولا حد هيفرق رأيه، اللي قاعدين يمدحوك ولا يشتموك ولا ليهم أي قيمة في اللحظة دي. إذن فكرة دينونة يعني هقف قدام ربنا يسوع قدام الملائكة عاوز أعجب ربنا، عاوز أعجب الملائكة، خلاص بقى مش هيفرق معايا أنا لابس إيه عشان الناس تقول إيه، ده كلام صغير قوي، يقولوا زي ما يقولوا، أي لبس أي كلام مش هتفرقش، أنا عاوز منظري قدام ربنا يبقى كويس. يبقى هصد رأي الناس برأي ربنا، اللي هو فكرة الدينونة أو فكر الوصية. أنا بقول هم رأي وصايا الناس، ووصايا الناس دي إيه قيمتها؟ لما المسيح قال للفريسيين أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم، يعني أنتوا طلعتوا كلام من عندكم وقفتوا كلامي أنا. ده اللي بيحصل، إحنا بقينا نتفنن في إن إحنا نرضي بعض ونرضي الموضة ونرضي الناس على حساب رأي ربنا وكلامه. اعمل إحلال لفكر الإدانة بفكر التوبة والحب. يعني إيه؟ أكتر فكرتين يصدوا برنامج الإدانة، أنا مسميه برنامج لأنه تلاقيه شغال على طول، يعني هي مش خطية في لحظة للأسف، لا دي بتبقى إيه؟ كل ما تتعامل مع شخص تتهمه تهمة. لو أنت عندك برنامج تاني، أنت مطالب دائما أن تحب الناس دي، والحب معناه تستر، الحب معناه تعذر، الحب معناه تحامي عن الناس، يبقى ما فيهوش خالص فكرة الإدانة. ولو أنت عندك برنامج التوبة، يعني طول الوقت مشغول، أنا رب خطيتي تقيلة شيل عني، غيرني، ارحمني، لو أنت مشغول بدي يبقى ما فيش مكان خالص لفلان وحش، مش موجود لها مكان، مش هتدخل على البرنامج ده. أنا عندي برنامج تاني مالي دماغي إن أنا عمال أنظف في روحي، وده اللي قاله المسيح، يا مرائي أخرج أولا ها الخشبة من عينك، يعني ركز في توبتك، حينئذ تبصر جيدا أن تخرج القزم من عين أخيك. يبقى يا جماعة الحل بتاع وقف دماغك إن أنا أشوف أفكاري رايحة فين وأدخل الأفكار البديلة، الأفكار العكسية، ودي مش أوهام ومش اختراعات، دي حقيقة، ده هو ده الصح، ده تعليم المسيح، ده اللي هيدوم كده كده، ده اللي هيقعد لنا. لأن في واحد لما يعجز خالص يقول أنا عشت حياتي كلها خايف من الناس زيادة، وبجاملهم زيادة، وبعول همهم زيادة، ليه عملت في روحي كده؟ كنت أشتري العربية من دول عشان أسمع لي كلمة، وألبس البدلة من دول عشان أخد لي كلمة، وأعمل عزومة قد كده عشان يقولوا لي كلمة، وأتنرفز لما حد يقول كلمة مش على مزاجي وبعدين يكتشف تو ليت، متأخر قوي، أنا ضيعت عمري. طب وليه تكتشفها متأخر؟ ما تكتشفها من دلوقتي، ما تلحق من دلوقتي تشوف إن البرنامج ده لازم يتغير، يبقى في برنامج تاني. آخر حاجة أقول لك، فكر بإيجابية. إحنا مش بنقول وقف دماغك يعني المخ هيقف، طبعا كلكم فاهمين إن المخ الحاجة الوحيدة اللي إيه هي، والقلب تقريبا أو بعض أجهزة الجسم الداخلية ما بتقفش خالص، يعني حتى لما تعملوا حاجة اسمها رسم مخ وانت نايم هتلاقوا فيه موجات، لأن المخ حتى وانت نايم شغال برضه زي القلب، وانت نايم بيدق وإلا ما كنتش كملت. فإذا المخ هيشتغل هيشتغل، أنا بقى مطالب إن أنا أشغله بالطريقة اللي ربنا عاوزها. أدي التفكير الإيجابي، يعني إيه؟ بظبط الموجة على فكر المسيح، أما نحن فلنا فكر المسيح. بتفكر في إيه يا رب؟ مش بتشوف خطايا الناس؟ يقول لك لا خالص، لا أنا ما جئت لأدين العالم. يعني بتشوفش السامرية وحشة؟ لا. الست الخاطية التي أمسكت في ذات الفعل ما كنتش قرفان منها خالص، أنا كان كل اللي شاغلني أنقذها إزاي. ده حلو يا رب. طيب مش بتقول هم الناس هتقولوا على جلابيتك إيه؟ لا. طب في ناس قالت عليك مجنون في وقت، مش فارقة، مفرقش معاك كلام الناس خالص؟ لا. طب ليه؟ مشغول ان انا ارضي الاب. طب يا رب عمرك ما حسيت انه مالكش رسالة؟ محدش بيسمع لك؟ في ناس كتيرة كانت بتكرشك وبتتغاظ منك. لا ما بتضايقش، مكمل رسالتي. ما بتفقدش كده ثقتك بنفسك لما في بلدك استهانوا بيك وقالوا ابن النجار؟ هلا ما تهزتش، عادي، انا محبوب ابويا، انا ابن الاب. في حاجة، فكر المسيح معناه فكر مقدس سليم قادر يصد كل أنواع البرامج الخطأ.
اسمه التفكير الإيجابي. سموه بقى فكر المسيح، فكر سليم، فكر مقدس، أهو كله زي بعض. شوفوا معلمنا بولس عنده قاعدة في التفكير الإيجابي جميلة قوي، ودي بس لو طلعنا بيها النهاردة هتفرق معنا طول العمر. قال أنا أفعل شيئا واحدا، وأنا بستغرب جدا ليه قال أفعل، مع أن المفروض يقول أفكر، لأن النسيان ده نوع من التفكير. أفعل شيئا واحدا، أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يا سلام لو عشنا بالطريقة دي. أغلب الناس تحب إيه؟ تتحسر، تبكي على اللبن المسكوب. فاهمين إزاي؟ يا خسارة لو كنا عملنا، مش كنت خدت بالك، مش كنت، وندب خناقة. خلاص خلاص يعني خلينا في اللي جاي. طيب احنا ما عرفناش نربي عيالنا، ما حصلش حاجة، تعال نصلي خلي ربنا يعدل الحال. لكن هنقعد نتهم بعض كآباء وأمهات، انت ما عملتش دورك والكنيسة ما عملتش دورها، ونقعد ناكل في بعض وإيه قيمته؟ خلاص انسى اللي فات. طب انت غلطت غلطة كبيرة زمان، انسى خلاص، مش تبت وقلت له يا رب سامحني؟ سامحك، خلينا في اللي جاي، خلينا في بكرة، ليه نفضل عايشين في امبارح؟ ده اسمه فكر إيجابي. ربنا دي طريقته، وطريقته على طول. يعني ممكن تقف تقول له يا رب مش عارف اقول لك ايه، نفس الغلطة للمرة المليون، ونفس الوعد اللي وعدك بيه للمرة الالف، يقول لك انا معاك بكرة، ماليش دعوة امبارح. طب والالف والمليون مش موجودين ليه؟ انا ما ببصش ورا خالص. يعني لما وعدك النهاردة هتصدق؟ يقول لك وكأنك اول مرة توعد. يا انت لذيذ قوي، يعني اوعدك وتصدقني؟ طبعا اصدقك، لان انا ما ببصش ورا امبارح واقول ما انت وعدتني قبل كده اطلع من دول، ربنا ما عندوش دي. انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. طريقة تفكير مريحة جدا. ما وراء هو الخطايا، ما هو قدام الغفران. يعني ايه؟ ليه تفكر في الخطية ما تفكرش في الغفران؟ ليه ما تتنكد على الخطايا وما تفرحش بالغفران؟ تصوروا مثلا ولد شقي، ولد شقي متعب لأهله، وبعدين جه عيد ميلاده، فبابا ومامته جابوا له هدية غالية قوي، فأول ما جات له الهدية قعد جنبها يعيط ويقول أنا ما استاهلش، أنا وحش. بتعملوا في إيه العيل ده؟ لازم يتعالج، مش كده؟ مش طبيعي. هو لو عيل طبيعي هيعمل إيه؟ هيفتح العلبة ويفرح ويتنطط وخلاص. واخدين بالكم؟ إحنا بقى عاوزين نبقى عيال طبيعيين. يعني إيه؟ ربنا ساب الشقاوة ونسي اللي أنت عملته وجايب لك هدية حلوة، تقعد جنبها وتقول بس أنا وحش ما استاهلش؟ ما تفتح العلبة وتفرح، ما في غفران قصادك، ما تنبسط بيه. انت غاوي تنكد على روحك وخلاص وتقول بس انا ما استاهلش؟ طب ما تستاهلش اه، بس جات لك الهديه. انسى ما هو وراء، انسى الضعفات، امتد الى ما هو قدام. نعمه ربنا يعني ايه؟ ايوه انت ضعيف، انت صغير، انت ما تنفعش، انت مليان العبر، بس ربنا بيحبك وبيشتغل معاك. تركز في ربنا ونعمته ولا تركز في عيوبك وأصلك وفصلك؟ ما تنسى اللي فات وتركز في اللي جاي. بص بطريقة إيجابية، أدي الفكر الإيجابي، أدي المخ الصح، أدي البرنامج اللي المفروض يبقى في دماغنا. بطل تفكر في الفشل، الفشل ده امبارح، طب ما بكرة في نجاح. عارفين لو يوسف كان زهق في نص السكة قال لك ما هي خسرانة خسرانة بقى، هقعد بقى إيه أمسك في ربنا وأعمل فيها بني آدم كويس، أنا هسرق زي الحرامية اللي في السجن وهشتم زيهم وإلا أدبي. ما هي لا، ما عملش كده. مع الفشل الكتير اللي تعب منه وتعرض له فضل برضه مجتهد لغاية ما وصل إلى نجاح منقطع النظير. تقعدش تبص على امبارح، بص على بكرة، بكرة حلو. ما وراء هو الجسد بضعفه، ما تقعدش تقول ده أنا عجزت، ده أنا كبرت، ده أنا شخت، ده أنا رجليا مش شايلاني. قال لا، طب ما روحك أقوى من زمان، علاقتك بربنا أقوى من زمان. إن كان إنساننا الخارج يفنى إيه؟ الداخل يتجدد يوما فيوما. وأنت عاوز يعني كله؟ ما خلاص مش مهم الجسد ده يعجز ويمرض، إيه المشكلة؟ بس جوه بقى بتاع ربنا وبقى أقرب وبقى أحلى.
فكر بطريقة إيجابية، لأن ربنا بيقول وقف دماغك عن الطرق السلبية، بطل تقول أنا وحش، بطل تقول أنا مش نافع، بطل تقول رأي الناس إيه، بطل تشوف أخطاء الناس كتير، بطل تعبد ذاتك وتخاف من نفسك وتكره نفسك، اطلع بره ده كله، فكر في ربنا نفسه في كلامه، عالج الأفكار بأفكار روحية، ساعتها تبقى بتعمل اللي ربنا عاوزه منك. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.